اكو شغله وحده رحم الله والديك. هسه اكثر المعامل الهاي قاموا يبطلون العراقيين يشغلون بنغلاديش. ليش يعني؟ يعني هسه احنا عندنا معمل مشغله فوق 30 نفر، وهذا كل نفر يعني عايش له عائله باعتبار. كلهم والله 20 واحد بطلهم، بقوا بس 10 ذول اللي عندهم يعني عندهم خبره عن المكاين الهاي، جابوا بنغلاديش شغلهم. يعني هاي هم نريدها، نريدها من الحكومه هاي. كل العالم قامت قاعد العراقي يشغل بنغلاديش. توفير فرص عمل بالدرجه الاساس للشباب العراقيين بعدين يدخلون لجنه. ماكو هاي فرص. العراقي هو شطارته بعد يشتغل عماله، شوفون يشتغل بنغلاديش بالعافيه، يعني يشتغل معمل له يعني اسبوعيه ولا شهريه. بالعافيه عليه خلي يسترزق، بس اول مره خلي يسترزق بنديرته. بنديرتنا مو هسه اكو هاي الشركه البسمايه وين المدائن ما مدائن في شركة البسماية، روح طبيها وشوف البنغلاديش بيها. الله وكيلك ما تقدر تحكي حكاية واحدة. هواية أعدادهم؟ عراقيين معدودين وهم ما شاء الله ماخذين بسماية كلهم، وفنك لا تحكي عامل من يومهم، فنك. أنا يفترض أنه من يكون عقد استثمار تفرض على الشركة، تفرض على الشركة عراقيين يفترض. غير هذا صحيح؟ هسه ماكو بسمايه كلها اكثرها بنغلاديش. تجي العراقي يشتغل من 7 الصبح لل 5 يعطوني 20000 و15. البنغلاديش ماله 7 ورقات شهريته لو 8. احنا نريد من الدوله كل يشتغلون يطلعون لنا فرص عمل، وين نروح؟ كلامك صحيح، انا اشكرك الغالي.